خليني أسأل حضرتك عن يعني بالرغم من يعني عمل المسؤولين التنفيذيين هنا في المحافظة وعلى رأسهم بالطبع محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم، يعني وعلى الرغم من افتتاحه بعض المشاريع، مشاريع طبعا البنية التحتية زي مشاريع مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي، لكن خليني أسأل حضرتك هل ده كافي؟ هل المشاريع والله اللي تم افتتاحها دي كافية؟ احنا بنقعد مع السيد المستشار المحافظ مستشار وائل مكرم، واحنا بنحس بالفعل الامكانيات ضعيفه معاه عشان برضو نكون منصفين. نعم. احنا لما اجتمعنا مع السيد رئيس الوزراء في بدايه الاجتماعات اللي عقدها مع اعضاء البرلمان وكنا محافظه فيوم وبني سويف، فاول ما قال لي مثل كده اطبخ يا جاري يكلف يا سيد، اي نعم اقتنعنا بيه، ولكن انا بقول ان النهارده في بعض الخدمات زي ما قلت لحضرتك مش محتاجه لكثير من الامكانيات الماديه، بالطبع تصلح باقل الامكانيات. ده احنا ممكن نستقطع جزء من 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 بعض الميزانيات اللي غير ضروريه ونخليها للصرف وللميه وللكهرباء والحاجات اللي هو المواطن ما يقدرش يستغنى عنهم. انما المستشار وائل مقيد بميزانيه ضعيفه جدا في الفيوم، انا يعني لا اهاجمه ولا ادافع طب لكن اداؤه بشكل عام واداء المسؤولين التنفيذيين هنا في المحافظه يعني كيف تراه؟ ليس مش راضيني برضو، انا مش راضي، أداء مش راضي، مش راضي عنه بالقدر الامكان، ولكن هم زريعتهم ضعف الامكانيات الماديه. وانا طالبت في البرلمان بزياده، ميزانيه الفيوم لتصل الى على الاقل يعني ربع تريليون ولا يعني 250 مليون، لان هو احنا ميزانيتنا 188 في السنه الجديده، مش صعب تروح وظائف 188 مليون جنيه مصري، مش صعب تروح مرتبات واشياء خدميه وبعض المرافق اللي محتاجه تدخل المحافظ فيها، وبالتالي الميزانيه فعلا ما بتسعفناش. 188 مليون دول اما بيروح نصهم مرتبات وحوافز واجور، طب الباقي تعمل ايه؟ عندك قطاع الصحة محتاج كتير، قطاع التعليم ولو انه له ميزانية خاصة، قطاع التعليم محتاج، قطاع الصرف الصحي محتاج، قطاع مرفق مياه الشرب محتاج. فأنا يعني طلبي ورسالتي للسادة المسؤولين وللسيد الرئيس، لا تتجاهلوا الفيوم، لا تتجاهلوا الصعيد عامة والفيوم خاصة، عانينا من هذا التجاهل، وعانينا من ان الفيوم مهملة وتحولت لطيارات تانية، مش حبا في الطيار التاني ولكن من ضعف الامكانيات وقلة الامكانيات، وانها محافظة محدش عاوز يلتفت اليها. لدينا في البرلمان، لدينا في 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 في, في قنوات عديدة، لدينا في قناة الحياة وبرنامجكم ده كتير، في الصحف في المجلات، يعني هنقول ايه اكتر من كده؟